كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك. شكرا. استاذ البرلمان العربي شكرا لكم تقدموا لكم نحن فخامه رئيس البرلمان العربي ممثل الشعوب العربيه ونحن سعداء ان نقدم لكم هذا يسعد لي جدا واتشرف جدا وهو يعني هديه رمزيه جدا متواضعه للبرلمان العربي لشخص فخامتكم لها رمزيه خاصه منتخبكم الشعب التونسي لرئاسه تونس في هذه الفتره الدقيقه التي تمر بها ويمر بها العالم العربي وانتم اهل لذلك ان شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيك مع الشكر الجزيل ومع التمنياتي بالتوفيق لكم في مهامكم ولتطوير هذه المؤسسه ان شاء الله بارك الله فيكم محمد الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. تشرفت اليوم برئاسة وفد البرلمان العربي الذي يمثل 8 دول عربية من 8 مجالس عربية بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس رئيس الجمهورية التونسية مهنئا فخامته بثقة الشعب التونسي وانتخاب رئيس لجمهورية تونس الشقيقة. وأكدت على عمق العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس نواب الشعب التونسي وقدمت شرحا مفصلا لفخامة الرئيس على القضايا الأساسية التي يعمل البرلمان العربي عليها حاليا لدعم القضايا الأساسية في العالم العربي وفي مقدمتها قضية فلسطين وشرحت لفخامة الرئيس خطط العمل التي يعمل عليها البرلمان العربي دعما للقضية الفلسطينية. الموضوع الثاني الذي تحدثت فيه فخامة الرئيس هو مكافحة التطرف والإرهاب وما يعاني منه العالم العربي من هجمات تمس عدد من الدول العربية والمجتمعات العربية. وأوضحت لفخامة الرئيس الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي في هذا المجال فمكافحة التطرف والإرهاب بند دائما على جدول أعمال البرلمان العربي. القضية الثالثة التي تحدثنا فيها مع فخامة الرئيس والتكامل الاقتصادي العربي وأوضحت لفخامة الرئيس أن هناك عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية العربية التي يعمل البرلمان العربي عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وفي مقدمتها تيسير التجارة البينية بين الدول العربية والنقل العربي والربط الكهربائي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الدول العربية. الموضوع الرابع وهو ما يقوم به البرلمان العربي من جهود في الجانب الاجتماعي والإنساني والإغاثي. هناك عدد من مشاريع القوانين التي يعمل عليها البرلمان العربي وفي مقدمتها قانون المحافظة على الأثار العربية خصوصا في الدول التي شهدت صراعات ونزاعات مسلحة ومحاولة البعض استغلال الأثار العربية وسرقتها وتصديرها لعدد من الدول العربية. هذا موضوع مهم وأساسي حيث أن الأثار هي كنز من الكنوز التي يحتوي عليها العالم العربي. لدينا أيضا وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والتي سوف يتم دعوة وزراء التعليم للاجتماع ومناقشتهم حول أهم بنود هذه الوثيقة. كما تعلمون التعليم هو موضوع أساسي في العالم العربي ولا يمكن للعالم العربي أن يتطور ويتقدم إلا بتعليم نوعي متقدم. هذه أهم الموضوعات التي تم عرضها على فخامة الرئيس وجددنا لفخامة الرئيس التهنئة باسم البرلمان العربي وباسم الشعب العربي ثقة الشعب التونسي في فخامته وحيينا المواقف التي يقدمها فخامة الرئيس دعما للقضايا العربية.